زاني قبيبو رئيس عصبة رباط سلا القنيطرة ورئيس النادي الرياضي القنيطري. اليوم تتعرف مدينة القنيطرة سباق في رياضة سباق الدراجات الهوائية المنظم من النادي الرياضي القنيطري بمدينة القنيطرة بجزيرة الحدادة، لهذا المدار لأول مرة تتقام فيه مثل هذه التظاهرة الرياضية. فلقينا واحد عند الساكنة التقوا هذا السباق بواحد الفرحة بواحد التشجيع منذ صباحة اليوم، وهما تيشجعوا في هذه البطلات والأبطال، ولا سيما اليوم تيصادف مع يوم العالمي للمرأة. تم تكريم واحد المجموعة ديال النساء الرياضيات وكذلك الساكنة ديال المرأة اللي نابت على مجموعة ديال النساء في هذه المنطقة هذه. كذلك كاين واحد المجموعة ديال السباقات على صعيد الوطني في الجهات، رغم ذلك كاين مشاركة مكتفة وإنجاح على جميع المستويات والأصعدة في هذه التظاهرة الرياضية. المشاركة قوية الحمد لله، كاين أندية جات من مختلف المدن ديال الجهة وكذلك خارج الجهة. هنا تعرف بأن الحمد لله رياضة سباق الدراجات غادية من أفضل إلى أحسن، وتنتمنوا النجاح المتسابقين واللي فاز مبروك عليه، وشكرا لكم انتما اللي كنتوا منذ صباحة اليوم كذلك وانتما معنا. بخصوص السيد المرأة هذاك 8 مارس، وحنا مفتخرين بالعصبة ديال رباط سلا قنيطرة على التنظيم هذا الجيد، وشكرا لهم. مزيان بخير الحمد لله، رغم الصعوبات. هو السبب الوحيد لان شويه السيكليزم شويه صعيب، ولكن انا تنصح بانهم يبقاو يديروا السيكليزم بزاف. المسابقه كانت زوينه وكان صعوبه غير شويه في الباركور، وبالنسبه للمنافسين كانوا منافسين في المتناول، يعني منافسين لا يستهانوا بهم. المهم درنا اللي علينا والكمال على سيدي ربي.